جرى اتصال هاتفي اليوم بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبد الله الثاني نائب جلاله الملك ولي العهد بالمملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه وقد اطمأن جلاله الملك المفدى خلال الاتصال على صحه جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه مقدما جلالته التهنئه لسمو الامير الحسين بنجاح العمليه الجراحيه التي اجراها العاهل الاردني اخيرا متمنيا لجلالته موفور الصحه والعافيه